بمقرها بمدينة رام الله افتتحت جمعية الفنون السينمائية مهرجان قاوم السينمائي الأول بعرض فيلم ثقافات المقاومة. المهرجان الذي يهدف للتعريف بالمقاومة كحق كفلته جميع القوانين والشرائع السماوية والأرضية يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، والذي يحاكي المقاومة الفلسطينية كحق مشروع للشعب الفلسطيني أسوة بباقي شعوب العالم. ما نود أن نقدمه في هذا المهرجان هو أن نقدم أنماط جديدة ورؤية جديدة للمقاومة، بحيث أن المقاومة ليست فقط هي ضد موقف سياسي، إنما هنالك الكثير من القضايا في الحياة التي تحتاج للمقاومة. هذا الفيلم الذي تم تصويره في الكثير من دول العالم يروي حكايات شعوب هذه الدول وكيفية انتزاع استقلالها للمخرجة البرازيلية إيرا لي، التي منعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من دخول الأراضي الفلسطينية بحجة أنها على اللائحة السوداء لمشاركتها في أسطول الحرية قبل حوالي عام. هذا المهرجان هو من شأنه أن يوصل رسالة عبر سلسلة أفلام تعرض من عدة دول عالمية بأن المقاومة ليس بالضرورة أن تكون مجرد سلاح وعنف وحروب، وأن هناك أشكال مبتكرة وخلاقة للمقاومة. المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع سيعرض من خلاله 6 أفلام من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وجميعها تروي قصص شعوب هذه الدول التي حققت حريتها بالمقاومة بجميع أشكالها، إلا أنه لن يتم عرض أي من الأفلام الفلسطينية في هذا المهرجان. بعرض فيلم ثقافات الشعوب تفتتح جمعية الفنون السينمائية مهرجان المقاوم السينمائي الأول، مهرجان يحاول إيصال رسالة للعالم أن مقاومة الشعوب ثقافة وليست سياسة. من داخل مقر جمعية الفنون السينمائية بمدينة رام الله، حمزة السلايمي، تلفزيون القدس. القدس.com